بدنا نص واحد ونص كوب طحين، معلقة صغيرة بيكنج باودر، بدنا كوب من التمر مقطع، نص كوب سكر، وبدنا نص كوب زيت، بدنا 3 بيض فانيلا، ربع كوب حليب مكثف محلى، 3 حبات جبنة كريمة مكعبات، بدنا نص كوب حليب ومعلقة صغيرة قرفة. اوكي غادة، يلا الطريقة. بصي بقى البتاع ده أنا دقته أوكي. عند صاحبتي دينا دينا أبو شام، وطلبت منها الوصفة. قالت لي الوصفة انت جايبة تمر، شو هذا؟ معجوة. فكرت أنا قطع تمر. لا انت يعني عم تجيبي العجوة. طلعت الوصفة بتاعت واحدة صاحبتنا تانية اسمها شروق الكخن، دي كتير أكلتها برضو لطيفة. فأنا النهاردة عايزة أشكرها على الوصفة الحلوة دي لأنها فعلا لذيذة. أوكي أنا فكرت تمر حب. لا إذا أنت رح تحطي بس ممكن عجوة. تمر حب ممكن أوكي. ممكن تمر حب. زبيدة أوكي. بصي. يلا بصي هنحط دلوقتي التمر سواء كان قطع أو عجوة، يعني عادي ده شغال وده شغال. في صباع في حتة مش هدول الكفوف بست أصابع، في حاجة مش مظبوطة. 1 2 3 4 5 يا لولو أمستي بالغلط. في استني في إيه مش مظبوط؟ إيه ده؟ هاي للإيد الشمال يا بقى بيتقلب يا رد. استني استني أهو إيش بيلخ؟ إيه ده؟ هذا خطأ مصنعي. خلاص. أيوة يا غادة. أيوة يا رندة. حطينا العجوة وحنحط الزيت. نص كوباية. وهنحط الحليب برضو نص كوباية. هذا حليب العادي. نص كوباية. حليب سائل. حلو. وهنحط السكر نص كوباية. حلوة عياراتها سهلة. سهلة. وهنحط الثلاث بيضات. اوكي نص كوباية. نص كوباية هيطلعوا نص كوباية لو حطيتيهم في كوباية. وهنحط معاهم الفانيلا. اوكي. غريب انه عم بنعملوا لأنه العجوة شو اسمه؟ ثقيلة، عم نعملهم على الخلاط. لا دلوقتي هتشوفي هنعمل ايه. اوكي. طيب دلوقتي نخلطهم مع بعض. هو بس بياخد كمان خلطتين بس، خلينا نحط القرفة معاهم علشان هقول لك كتير ريحتهم طيبة. معلقة قرفة صغيرة بس مليانة يعني كده. خلاص كده تمام. او ماي جاد ايه ده؟ ليه مش مسكره منيح؟ مش عارف. لا ده حاجه من تحت اتكسر. لا هو مش مسكره منيح. لا اتكسر اتكسر. لا حبيبتي بصي اهو انا ايدي جوه اهي. بصي او ماي جاد فلت عن بعضه. انت جوه. طيب احنا هنقول لكم على العموم، بنقول لكم شو بدنا نعمل. على كل حال هنقول لكم ازاي بتتعمل عشان خاطر دلوقتي حصلت حاجه قهريه غصب عننا. اوكي دلوقتي احنا الـ الخليط اللي اتدلق مننا ده بناخد منه نص كوباية وبنحطه على النار. اوكي اوكي لسه عنا الطحين ما حطيناه. هناخد نص كوباية ونحطه على النار. أوكي. وبعدين بقية الخليط هنخلطه مع الطحين زي والبيكنج باودر. هنخلطه مع الطحين والبيكنج باودر وبعدين بنصبه عادي في الكب كيك او في قالب كيك عادي. اللي هنحطه على النار ده هنضيف عليه الأربعة ثلاثة من ال خلينا نشوف. رح نضيف عليه يا ستي بدنا نضيف عليه شو؟ بدنا نضيف جبنة. عليه 3 حبات جبنة كريمية. بدنا نضيف الكوب ربع كوب حليب مكثف محلى بس، وشوية على النار وشوية على النار صغيرة. أو لو مش عايزين على النار ممكن تكملوا ضربه في الخلاط بس يكون سليم. بس يكون سليم. بنضيفه عليهم وبنرجعهم. هلأ بنعملهم قطعة الكيك مع الطحين. نرجع نحط الطحين هلأ. بنخبز الكب كيك وبناخد الصوص وبنحطها هنا. إن شاء الله بنعملها مرة تانية لأن المرة دي سارة باظ الخلاط.